أهلا بكم. انتهت أعمال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، والذي شهد حضورا هائلا من المسؤولين وخبراء التعدين والمؤسسات المالية من كل أنحاء العالم. التقديرات تشير إلى مشاركة أكثر من 16 ألف شخصا، بالإضافة إلى 250 متحدثا. ناقشوا القضايا الملحة في قطاع التعدين، وأبرزها تطوير القطاع فيما يعرف بال المنطقة الكبرى أو السوبر ريجن، الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، والتي تتمتع بموارد تعدينية وفيرة، إضافة إلى جذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة ونشر التقنيات الأكثر تقدما وتطبيق أفضل معايير الاستدامة. تقدر قيمة الصفقات التي أبرمتها المملكة العربية السعودية بنحو 75 مليار ريال، وشملت مجالات الاستكشاف والتكنولوجيا والاتصالات، كما عرضت عدة دول الفرص الاستثمارية المتاحة لديها في قطاع التعدين في محاولة لجذب مزيد من التدفقات المالية إليها. هكذا إذن انتهت أعمال مؤتمر التعدين الدولي الثالث في الرياض. دائما نعود إليكم بالمزيد والمزيد من المتابعة. إلى اللقاء.